متابعي حلب اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، اهلا بكم في هذه الاحاطه من عفرين. يستمر مكتب التموين في المجلس المحلي لمدينه عفرين باتلاف المواد الغذائيه الفاسده التي يتم ضبطها في عدد من المحال التجاريه في المدينه. فرق التموين تقوم بجولات ميدانيه على المحال التجاريه بشكل مستمر بهدف التاكد من صلاحيه المواد المعروضه للبيع واتلاف ما فسد منها. طبعا هناك فرق ضابطة تتبع للمجالس المحلية في مناطق عفرين، مهمتها القيام بجولات على المحال بشكل يومي والتأكد من صلاحية المواد. يسجل إتلاف عشرات الأطنان من المواد المنتهية الصلاحية أسبوعيا في مختلف مناطق عفرين، إضافة لمتابعة مراكز بيع اللحوم الحمراء والبيضاء والتأكد من صلاحية لحومها التي تباع للأهالي. في نفس السياق تتوارد شكاوى من الأهالي عن وجود أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات المتواجدة في عفرين. مديرية الصحة تتابع الشكاوى وتقوم بمتابعة الصيدليات وتغلق من تقوم ببيع أدوية منتهية الصلاحية في عفرين ومدينة جنديرس. يذكر هنا أن أسعار الأدوية تضاعفت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وخصوصا أدوية القلب والأطفال. تحذر الأرصاد الجوية من عاصفة مطرية وهوائية وانخفاض كبير في درجات الحرارة بعموم مناطق الشمال المحرر. العاصفة ستكون شديدة ومن المتوقع تساقط كميات كبيرة من الأمطار خلال الساعات القادمة. الدفاع المدني حذر من احتمالية تشكل السيول، وكانت هناك تعميمات لسكان المخيمات بضرورة شد الخيام جيدا وتثبيت ألواح الطاقة الشمسية. هذه إحاطتي لليوم، دمتم بخير.